أحبك يا أبو عيون، شلل شلتني لك، شلل شلتني، طوقتني بنظرة. شوفوا هاي، خلاص بدون أغاني بعدين، خلينا نسولف عليكم. شوف مين في موجود قستات. ربعي يا ربع، ناخذ عشوائي. أحبك يا أبو عيون، شلل شلتني لك، شلل شلتني، طوقتني بنظرها، بغمزة احتلتني، بغمزة احتلتني. هاي أحب يا أبو عيون، شلل شلتني. رابع، لما لعلها هجت. هاي 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 هلا هلا هلا. هاب بسوي لك يوم خلص. طيب يلا سويت لك فولو انا عشان ارجع لك. اوكي تمام، يلا يا اخوي باي باي مهرة. ايوه ازيك؟ عبدونية انا. طيب ازيك؟ كويس الحمد لله. اخبارك؟ تمام. عامله ايه؟ عامل شاي ولا عالصدام؟ ايش فيه؟ تحكي معي؟ امال مع مين؟ امال مع مين بحكي؟ هو انت بتتكلم معايا كده ليه ان شاء الله؟ شفت بالمصري بتمشي معي، بالاردن والله ما بتمشي. مالك؟ اشوف الله في ايه؟ ما فيش حاجه. عالصدام. ربعي شو الاخبار؟ كيف الحال؟ كويسه. شوفي ما في، اسمع الحكم الاول، تطلبي لي عشاء. يلا يا ربعي ابشر بدون حكم. الله يطول عمرك. شوفي ما في، مهرة عندك سناب؟ سناب البايو. يلا روحوا لها على البايو، والله قاعد يعني بيطلبوا والله. روحوا لها يلا. شوفي ما في، تعرفيهم عنك؟ طيب بسألوا بحكوا مين معك. ولا تحكي انت؟ احكي انت. يلا احكي لهم، احكي لهم. يلا بسم الله. سؤال الأول. اسمي وأنا بالأحوال اسمي لارا، عمري 18 سنة من العطاء، بمزح وبضحك وبعرفش أزعل ولا أنكد، ومش قسم بطاطا بالمرة وكبسو ستة. خمس فنات يا عرب، يا عرب ستة لو سمحت ستة. طيب اسمعي، بس احكي لي واحدة من هالعطاء اللي في 18 سنة. خلصت توجيهي ولا لسه؟ طيب انت عارف كم عمري. خلاص اسكت. الدبل يا ربعي 30 وردة يا جماعة. ديمة يا ديمة. ايه شيبس كمان. ديمة هي ديمة. استنوا الدبل، استنوا الدبل. ايش فيه؟ وثودك يا ديمة. يلا على الدبل، يلا يا ربعي قولوا يا رب. اوه
يا الصفصف يا الصفصف، يا الديمة يا الديمة، عالدبل كزبرة منى، ربعي يا ربعي، الدبل غيم يا الغيم، منى ربعي، شلل شلتني طوقتني بناظرة، لا أنا ما أنا غمزة أنا كنت هيك متوقع تلتني، إيش فيه؟ ولا شو، أنت ولا على كنت اي اساس بكون؟ بتحكمني صح؟ لا بدي احكم، انا فكرت انه في مستوى رح يكون بيننا، على اساس مش خصم بطاطا انت. أنا؟ يعني من كلمتك انا توقعت انه السكور حيكون، لحظة شوي خلينا نشوف كم سكورك بيكون بالعادة. أول أو زمان كان في مستوى جدا عالي. انا هسه يا كنت فاتحه بس لانه في بس صديق الي حكى لنا نفتح لايف، بعدين طشنا مياه وبطلنا بدنا نفتح. فاتحه امزح انا جاي اسلم عليك، انا لسه بسلم ولا عليك. على الصدام، انت حكيتي لي عندي مش خصم بطاطا. انا والله على هذا الاساس والله حكيت بسلم للناس. عليك يا زلمه. دير طب انت كم بكون عندك سكور بالعاده؟ نفتح لايف. لا والله زمان كان عندي سكرات يعني في اتربى مش مستوى، يعني احسن مثلا شيء. الجحفة. لا هسه لا ما اظن، بس لو زمان حتى جد الرنق كان عندي مستوى عن بتسمع. جد. لا انا يلا يا كنت ربع فاتحة رجلي. روح رابعي يا رابعي، انت هيك خلتيني اتحمس. متحمسة عشان جاي اسلم عليك. وش بعد ايش؟ يا الله يسلمك، انا تمام عادي، كان بامكانك تشوف فيديوهاتي وتسلمي علي. كنت بمزح. أذبحها، أقوم أذبحها. هين هيني ما هيني 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 ما رحت ما رحت ما هربت، هيني موجودة. أنا شو أنا بدك صرت زعلان تحكمني؟ عشان أحيانا. بدي أسكر دقيقة بس، هيني بدي أسكر ثواني، بدي أسكر وافتح أدور أنت ما ثواني. إيه اي هذا اللي بدك تطلعي معه لايف؟ لا 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 بدي أسكر اللايف أنا عشان تليفون فيه 10. يلا احكي كفو بنات ايهاب 5 مرات. كفو بنات إيهاب 1000 مرة. كفو بنات إيهاب، كفو بنات إيهاب، كفو بنات إيهاب، كفو بنات إيهاب، كفو بنات إيهاب. طيري وأنا لسه كنت عم بسلم عليك. يا باي. ربي. ايوه سلام. شكرا شكرا يا شكرا يا ديما، شكرا يا صفصة، شكرا يا كزبرة، شكرا للجميع اللي دعموا. بس توقعت والله انه عندها مستوى، انه قالت خصم بطاطا ما بعرف شو، فقلت ايش شو اسمه عندها مستوى. شو اسمه اللي طلعت معاي، كانت اللي طلعت واحنا بالجولة مع بعض وسكرت، هيا السلام عليكم. السلام ورحمة